بالله من الشيطان الرجيم. يا ربنا صل صلاة صافية صدور قوم شافيا. يا ربنا صل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين شافية. ما سلام فارق مفاسد لغيرنا واشقات وفاسد على الذي بشره وقال مثلي إنما ولادي سيدنا محمد وآله وصحبه الحال والمآل وفي الخميس حبله فوق المنايا. يا من جعله أمين أمانا. يا ربنا صل صلاة تهيب ما قاسد ضريم عن فتى إلى سوايا سرمدا مع السلام لغيرنا يضب من بهم ظلام على الذي وجاه جندي الله على الذي وجه جند الله الغالبين لذوي الملاه وزاره لغيرنا الكفار كما مع الإخراج والإسفار سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهدد الأعداء تهديدا يدوم يصرفهم لغيري
عبدك الخديم وهب له يا ربي يوم الجمعة فوق المنى يا مع الذي قد جمع يا ربنا صل صلاة تبقى مع سلام لي يقود سبقا على الذي وهب لي الكتاب ولي على يواجه العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب له يا ربي يوم السبت وكل يوم يافع منات واجعل صلاتي هذه لديه خير صلاة صليت عليه واكتب له بها بشارات الأحد وهب له الأيام من يوم الأحد يا سيدي يا مصطفى يا الندى صلى عليك من هداك سندى أزكى صلاة بسلام لتجود باستقامتي وتقليل الهجود والآل وإصحابي والأتباع وزادني علما ما اتباعي يا سيدي يا مجتبى يا ذا العلا صلى عليك من تعالى وعلى أزكى صلاة بسلام لعدد لا تسوق لي يا دائما مدى في الآل وصحبي وكفى ما حضر عني وجاد لي إليك
يا سيدي يا متقى يا ذا الهدى صلى عليك من سألت هدى أزكى صلاة لي تسوق كل ما له سعيت سرمدا مسلما ما سلام بجميع الآل وصحبه الدرار واللاتي يا سيدي يا مقاتفا يا من سرى يا مرتفع يا من سرى صلى عليك من دعاك لسوايا أزكى صلاة لي تجود بنفر بأن أجاورك من غير سفر مع سلام بجميع الآل وصحب من غدا لهم مآلي يا سيدي يا خير مرسل إلى خلقي إله العالمين ذي الإله صلى وسلم عليك أبدا بالآل وصحبي ومن تعبد أزكى صلاة منه جل بسلام تطيب لي طوبى يا ما داري سلام صلى وسلم عليك بجميع آلك والأصحاب ربك سميع أزكى صلاة لي تجود بهداك مع سلام ليزاخر عداك يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى أولا مسلما عليك طول الأبد
بالآل وصحبي وكفى وبري من ذائه اليوم إلى الجنان وبك صفاء أبدا جناني يا خير مرسل لخير أمة صلى عليك من كفاك الغماء رب كريم نافع قد جل وقدرك العظيمة قد أجل مسلما عليك فوق عدد بالآل وصحب وزاد مددي يا من لتصديقك قد شوق القمائر صلى عليك من بقاف وقاء مائر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال صلى عليك من بقفوك أمار مسلما عليك بالإكرام في الآل وصحبي بلا انصرام من بك جملة الذنوب غفارا وكل ما علي أني كفارا يا مصطفى يا منتقى يا مجتبى يا صلى عليك من هداك واجتبى مسلما عليك في الآل الكرام وصاحبك الغري وقاد للمرام ولسوايا أنايا وشقاء كفى وما يحيمني ضيقا وجاد لي بكثرة تلاوة وذكر والصلاة بالحلاوة وجاد لي بالعلم والآمال وبتأدب
بالكمال يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منعم قد أنعم بك علينا وأدامني عما وكل ما اشتقت إليه قد لك بلا مشقة فانقاد مسالما عليك يا مختار وليا ساق كل ما اختار دنيا واخرى بك ذا سلام من الحبا من الحساب ومن الملام وطيب زمانا لي كما أحب وكف عني سرمدا ما لا أحب وبك لي كان وساق لي الأرب حتى أصير بجرى عجم وعرب وضمني إلى صحاب الأمنا وقاد لي بلا حساب المنا وحفظ ذنبي وعيوبي محا وراض لي كل كنود جماح وجاد لي بكوني ذا نظم شفاء لي ولي أمة حيث كشف وكف عني جملة رزايا به وساق لي به المزايا فإنه جل على ذاك قدير وبإجابة دعاء داع جدير خطبته بالشكر والثناء إذ بك عني قد نافى عنائي
يا من يسوس آل غيري عندي ضلال إذ كنت لي بكرم يا ذا الجلال يا الله يا قريب يا مجيب صلي على النبي به تجيب سيدنا ذي المعجزات بالسلام بالآل وصحبه المزارع الظلام وكل يا الدار وكن معي وكن لي سائقا قوقا سائقا فوقا مراميا بكم واجعل بجاهه حياتي صافية لك به ماء الأجور ضافية واجعل بجاهه حياتي صافية لك به ماء الأجور ضافية سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.